السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم نفسي، أنا صديقكم القمر. عندما أكون على هذه الصورة أسمى هلالاً، وسأحكي لكم حكايات جميلة في شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فالناس فرحون بقدوم هذا الشهر الكريم. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كان عبد الله يخرج كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك من بيته قبل آذان المغرب بوقت قصير. ومع أن كل الناس كانوا ينتظرون صوت الآذان لتناول طعامهم سوية، إلا أن عبد الله لم ينضم لأسرته وقت الإفطار، لأنه كان يتوجه إلى عمله. كثيرون هم الصائمون الذين يتابعون عملهم أثناء الإفطار، لأن عملهم يتطلب ذلك، كالشرطي والطبيب وغيرهما ممن يقومون على خدمة الناس والمجتمع. وهؤلاء لا ينتظرون مقابل عملهم هذا إلا الأجر والثواب من رب العالمين. وها هو عبد الله يتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل، وريثما يؤدي عبد الله فرض صلاة الفجر علي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.